ديالي عدنان، عندي 18. المشكل اللي عندي هو انه الوالدة ديالي كانت مريضة بمرض السرطان، من مورا فاش بقينا معاها معانات معاها توفات. حنا ديجا كنا ساكنين مع جداتي اللي هي الام ديال الوالدة ديالي، بقينا ساكنين معاها اصلا من نهار عقلت على راسي وحنا ساكنين معاها، من نهار تزاديت وحنا ساكنين مع الجدة ديالي. من موراها الوالدة ديالي من مورا فاش توفات مداش بزاف، شي يقولي شي 6 شهور هكاك خرجت للزنقة، لان الجدة ديالي قالت لي عندي ولدي بغى يتزوج اللي هو الخال ديالي، قالت لك بغى يتزوج وخاصك تخرج من البيت اللي ساكن فيه انت باش هو يتزوج. خرجت وانا كنقرا في دوزيام اني كوليج، ديك الساعات كنت كنقرا في دوزيام اني كوليج. من موراها جلست عند الجيران شحال وانا جالس عند الجيران، اش غادي نقول لك، كاع اللي يهزك 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 تاعي، والله يحسن الاحوال لكل واحد، بنادم عنده ولادو عنده عائلتو عنده كل واحد وشنو عنده، فهمتي؟ ما يمكنش انه يبقى قال لي شدك نهار ما غيشدكش عام. صافي من موراها انا خرجت، جلست شي سيمان وانا كنعس في الزنقة. من موراها كنت تنطيح في الزنقة، كان عندي لابيليبسي، تنطيح في الزنقة تتشدني داك لاكريز وتنطيح في الزنقة. صافي بقيت هداك على داك الحال، تطلعت لكاتريام، وكاتريام ما طلعتش ليه انني جدارة واستحقاقي كما كنقولوا. الاساتذه كانوا تيتعاونوا معايا على اساس شنو، على اساس عارفين الظروف اللي تنعيشها، فهمت؟ صافي طلعت للكاتريام اني انا لحد ملي طلعت الكاتريام اني باقي ساكن في الزنقه، فهمتي؟ باقي تنعس في واحد الدريبه تنعس فيها. مشيت عند الوالد ديالي، جلست عنده شي شهرين او لا شهر، ما كان شهر جلست عنده. والدي ديالي كان مطلق بالام ديالي قبل ما نتزاد، يعني مشاكل هي اصلا كانت قبل ما نتزاد انا، كانوا مشاكل مع الوالده ديالي، ما كانش باغي يدير ثبوت النسب وما كانش باغي يدير بزاف الحوايج. صافي بقيت على داك الحال، انا جالس معاه لمده شهر هو تيكمي وتيشرب و جميع المخدرات تيديرهم فساد. كنت نجلس عنده قسما بالله العلي العظيم الا بالليل تهز القراعي، حيت الدار كامله مكرويه بيوت، فهمتي؟ كان كيقول لي هذاك البيت اللي جالس فيه انت كاين واحد اخر اللي غادي يشدو بالفلوس خرج، عرفتي؟ كنت تسد عليا الباب معنايا. كنت ديك الساعه كاتريا ماني واخا ما عرفتش شنو يديروا معاك الاساتذه، راه ماشي فحال الثامنه، كاتريا ماني تدوزو في مدرسه اخرى ما تعرفك حتى واحد وما غير رحمك حتى واحد. كنت نورمال بحال دابا، لا داخل مع 8:30 خصني نوض مع 6:30 نمشي المدرسة، لأن المدرسة بعيدة كاينه شارع الجيش الملكي حدا محكمة الاستئناف. تنمشي تا تما كاينه وتنوقف، تيتحل الباب ديال المدرسة، كنمشي بكري في الظلام، تيتحل الباب ديال المدرسة تندخل عاود نخرج نعاود ندخل. المهم خصني نفيق بكري باش نعاود نمشي للمدرسة، حيت ما عندك شي حل اخر اكثر من المدرسه. صافي والمدرسه كانت تتشدني لا كريز فيها في الزنقه، كل واحد واش تيقول، كاين اللي تيبقى يقول لي الدراري بعدا ديال القسم كل واحد واش يقول لي، اللي كيقول لك غنضربك تسخف ليا، اللي كل واحد وشنو تيقول، فهمتي؟ صافي من موراها خرجت من الوالد ديالي، مشيت كنت جاي من المدرسة ديك الوقيتة، طحت واحد البلاصة حدا المدرسة بعيدة من المدرسة بشوية، طحت تما كاين حدا واحد الكراج. ملي طحت حدا واحد الكراج واحد السيدة ديزا الطوموبيل ديالها وقفات عيطت على البوليس، عيطت على لامبيلونس، جات لامبيلونس هزاتني، مشيت للسبيطار مولاي يوسف.
جاو عندي البوليس قال لك شكون اللي ضربك؟ قلت لهم انا باقي ما عارفش شنو عندي. ديك الساعه انا كنت باقي ما عارفش شنو هو المرض اللي عندي، كنت هي كتشدني كريس نتاعي، خصوصا لا تعصبت بحال دابا الا كنت غادي في الزنقه تقدر تشدني. قال لي الطبيب كيتلاقى واحد جوج عروقه في الراس صافي تطيح. دابا الا كنت غادي في الزنقه تقدر تشدني ديك لا كريس نتاعي، ولكن لا تعصبت. الا تعصبت ملي كنطيح بحال دابا الا طحت بلا لا كريز بالاعصاب تنطح نص ساعه تطلع تل ساعه. ما عندكش اختك؟ عندي اختي صح. الاخت ديالي اش غادي نقول لك، الاخت ديالي من الام ديالي ماشي الاب والام، فهمتي يعني اش غادي نقول لك، خدامه ماشي ما خداماش، ولكن اختي من دوك الناس اللي شادي نقول لك يلاه مكافين مع راسهم، باغا تخرج باغا تلبس باغا تمشي للقهوه باغا تمشي للتيران، يعني يلاه مكافيه مع المصروف ديالها ومع حوايجها وداك الشيء. الام ديالي عندي خوالي كاملين ضدي الا واحد، عندي ثلاثه خوالي كلهم ضدي الا واحد، عندي ثلاثه وجوج ضدي وواحد اللي ما نكذبش عليك حتى هو عنده وليدات والله يسهل عليه، ما نكذبش عليك ما عندوش وما خصوش، فهمتي ما كاينش لاش غادي يزيد على بنادم، فهمتي صافي. وكاينين العمات ديالي، كاينه عمتي وحده في فرنسا وحده في المغرب، هذيك اللي في المغرب ما عنديش معها تواصل مني كانت عندي 4 سنين، مع العلم ان لاباس عليها ومع العلم ان مديرات شركه مرسيدس ومع العلم بزاف الحوايج، فهمتي صافي. وبقى الحال على ما هو عليه. السيده كانت تخلص لي، هذه السيده اللي كانت عيطت لي على الامبيلونس وداك الشيء كتخلص الكرا، تتخلص الكرا صافي بقات هكاك تتخلص لي كتخلص لي الكرا، ولكن ما نكذبش عليك السيده غتخلص عام، غتخلص عامين وغتحبس. هل ما قدها غتحبس؟ فهمتي تنشوف انا راسي اللي هي راكت نحيدو مثلا الكرة، القدر ديال الله سبحانه وتعالى، تقدر تحبس تقدر ما تحبش فهمتي، ولكن نحيدو الكرة والمعيشة والدواء اللي داير ب 4600 والضو الماء. جانا هادشي دفعك انك تخرج من القراية؟ دفعني انني نخرج من القراية وانني نبقى مع العلم ملي كنمشي عند شي واحد تنقول بغيت نخدم ما تيبغيش يخدمني، لان ما عرفتش علاش يقول لك باقي صغير من 18 عام تيقول لك باقي صغير، ما عرفتش فهمتي. دابا اش غادي نقول لك، كل مره وفاش مره تنمشي حتى الوالده ديالي كانت تتنقف في العيالات صافي، من مورا انا وليت تنكري كاميرا وتنمشي نصور الناس، نمشي نصور في عيد ميلاد، نمشي نصور في السبوع، كل مره وفاش فهمتي، ولكن كيبقى الاجر محدود فهمتي، الاجره ديالك محدوده، يعني ما غادي قسما بالله لا يعظم ربي شاهد عليا، الا مني مات الوالده ديالي ما شريت شي بياسه، دابا عامين مني مات الوالده ديالي ما شريت شي بياسه. الناس اللي تعطيوني الحوايج ديال ولادهم قدام وصافي فهمتي، المتطلبات ديالي ما تنطلبش شي حاجه، انا تنطلب غير نصرف على راسي شي واحد اللي غير على حساب نكرهها هو تنخلصو، انا مره تخلصو السيده مره السيده من تتخلص نخلي عندي انا الفلوس نعاود كل مره وشنو فهمتي، كنبقى غادي فحال هكا كندردب مع الوقت. ولكن اش غادي نقول لك، ما لقيتش اصلا الكاتريام خاصك دير السويع، انا يلا حبس دابا سيمانه الكاتريام خاصك دير السويع، خاص اللي تجي تلقى الماكلة موجودة، خاصك تجي تلقى حوايجك نقيين مصبنين، خاصك تجي تحفظ فهمتي، يعني بزاف د الحوايج خاصك، يعني ما عنديش كيفاش ندير تنكمل قرايتي فهمتي صافي. انا تنطلب حاجه وحتى ما تنطلبش شي حاجه، تنطلب شي واحد اللي يتعاون معايا على اساس انه غير باش نصرف على راسي وباش باش نخلص الماء ونخلص الضوء ونخلص المعيشه ديالي. وراك عارفه ملي كتكون جالس بوحدك كيسالي التيد خصك جافيل، تيسالي جافيل خصك شحال من حاجه، يسالي البوطه تخصك تعمرها عاوتاني كل مره وشنو فهمتي، متى تقول ساليت من هادي تا كتبان لك واحده اخرى.
إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.